اهلا وسهلا بيكم طلاب صف ثاني ثانوي، ان شاء الله النهارده معانا موديل 3 للصف الثاني الثانوي. ان شاء الله النهارده معانا الاختبار الثالث، هنحله معاكم ان شاء الله. وكده احنا خلصنا الاختبار الاول، خلصنا الاختبار الثاني، ناقص ان شاء الله المراجعه بتاعت اسئله بتاعت ازاي تحل قطعه الفهم وبتاعت المقال وكمان القصه باذن الله، احاول ان انا انزلها في اقرب وقت. بس نخلص الاول لحد موديل 5، بعد كده بقى هنزل لكم دول، وبعد كده بقى نكمل بقيه الامتحانات. احنا طبعا احنا سابقين، ما حدش يقول احنا متاخرين، لا احنا سابقين تمام. فلو انت بتشوف الفيديو ده قبل الامتحان باسبوع فانت لسه قدامك وقت كتير تمام، مش عايز حد يقلق ويقول انا متاخر وبتاع، انت ابدا من دلوقتي عادي خالص تمام. بيقول لك نمبر 1، I can give you a lift if you space with me to the mall. طبعا هنا I can give you، طبعا هنا حالة أولى، بدل ما استخدم will استخدم can، حالة شرطية أولى تمام. If you space with me to the mall، لو أنت جيت معايا المول تمام. If you، طبعا أنا عايز come، ليه؟ لأن أنا استخدمت هنا can اللي هي بتعبر عن will، وهنا جاي if، يبقى أنا عايز إيه؟ عايز مصدر، يبقى إيه؟ come. Number 2، my cousin's plan، خطة عمي is based at 7 a.m. طبعا 7 a.m. قلنا اي حاجه جدول زمني يبقى انت شغال مضارع بسيط، يبقى takes off، محدش يقول لي going. going ده لما يكون خطه او نيه تمام. هنا طبعا number 3 بيقول لي my brother run 1000 meters in 5 minutes. I run it، انا جريتهم in 4 minutes 55 seconds. This means I'm. طيب بيقول لي هنا اخويا جرى ال 1000 متر في 5 دقائق، وانا جريتهم في 4 دقائق و57 ثانيه، يعني جريتهم في نفس الوقت بس الا 3 ثواني يعني. This means ايه؟ طبعا ان انا اسرع منه بحاجه بسيطه خالص. تتقال ازاي؟ much slower، لا انا بقول اسرع يبقى faster. طيب هقول هنا بقى much faster يعني اكتر منه بكميه كبيره جدا، ولا slightly faster than him؟ طبعا slightly دي جديده عليك شويه، بس هي دي ايه؟ اللي هو سريع عنه بحاجه بسيطه خالص تمام. تتقال ايه؟ slightly. Number 4، to build a new building، علشان تبني بيت جديد. Use base take a license، يعني لازم انك تاخد تصريف، او لو بيقول لك طلعت رخصة عقار دي اسمها license تمام، اللي هي مش رخصة قيادة يعني، بس دي الفكرة اللي عايز اوصلها. طيب هنا طبعا الفرق ما بين must و have to، طبعا هنا يا اما must يا اما have to. الفرق بقى ان must قوانين عامة، اما have to يجب انك تعملها، يعني التزامات خارجيه تمام. فالتزامات خارجيه بقى انت تستخدم هاف تو على طول، لكن ماست بيكون من نابع جواني، التزام من نابع مني انا، لكن دي التزامات خارجيه تبع الوزاره فبتقال عليها هاف تو تمام. نمبر 5، she was meant to space first in the final exam she studied hard. طبعا هنا meant في الحالة الماضي، لأن هنا بيقولك studied، يبقى عايز هنا to come على طول، يبقى she was meant to come، هي كان من المفروض. يجي هنا لنمبر 6، my teacher، my English teacher always encouraged me to be better in my exams. بيعمل ايه؟ بيخليني بيشجعني اعمل جيدا في الامتحان. طبعا هنا عايز حاجة اثبات، يبقى to do ولا to doing، بيشجعني ان انا افضل ابقى افضل في الامتحانات بتاعتي. طبعا هنا always do، ما ينفعش always doing، always ما يجيش وراه حالة الاستمرارية تمام، فهنا to do تمام. نيجي بعد كده للجزء التاني، بيقول لك number 7، do you attend، هل انت كان في نيتك to take a part in the competition، انك تاخد جزء في المسابقة. This means space type. Are you taking part in the competition، هل انت هتاخد جزء في المسابقة. Are you going to take، طبعا going هي اللي بتساوي attend اللي هي بتساوي نية تمام، فدي الصحيحة. number 8، where he is based، he would come on time. طبعا would و مصدر، يبقى انا شغال حالة تانية، يبقى where he to hurry. طيب ليه مثلا ما استخدمتش hurry له بس، او ما استخدمتش ليه hurried، استخدمتها ماضي؟ لان انا عارف ان where لو جه وراها subject، where لو جه وراها subject تيجي وراها to والمصدر تمام، دي اللي هي كانت العكس بتاعت where if I were you تمام. يبقى where he to hurry he would come on time، احفظها كده، where جه وراها subject يبقى هتيجي وراها to والمصدر. number 9، the Amazon river، ده هو نهر الامازون، is the biggest river in South America. طبعا هو اكبر، يبقى ايه؟ الاكبر في امريكا، يبقى the largest، هو الاكبر، مفيش حاجه تتقارن ما بينه، ده بنقول لك هو الاكبر في امريكا كلها. number 10، wearing face masks
in public transport يعني رداء الكمامة في الأماكن في ترانسبورت اللي هي وسائل المواصلات العامة is ولا is a ولا an is based nowadays يبقى is a ولا an ايه؟ طيب تعال نبص، هل هو جوك مزحة ولا أوفر عرض ولا أيديا ولا ماست يعني إلزامي؟ طبعا هو إلزامي. طيب طبعا ما تنساش الحتة دي لأنها بتوقع ناس، هنستخدم ايه؟ لو ان مع الحروف المتحرك. طبعا دي كانت في النظام القديم، بس دلوقتي في النظام الجديد ما عادش لها أهمية. نيجي لنمبر 11، get space your tablets and do the exercise on page 35 please the teacher said to the student. الteacher قال للطلاب get ايه بقى؟ طيب your tablets اللي هي التابلتس بتاعتكم and do the exercise واعملوا الواجب بتاعهم او التدريب في صفحة 35. طيب عندنا حاجة اسمها على بعضها كده get out يعني اخرج. طيب تعال ما اترجمهم لك بقى واحده واحده. get from معناها يعني يحصل يحصل من، تمام؟ اما get with معناها يحصل على او حصل على. get off معناها انزل، تمام؟ او اللي هو نزل. طيب get out معناها اخرج. طيب هنا بقى هنقول انزل الكتب ولا حصل على التابلتس ولا ياخذ من ولا يخرج التابلت. طبعا يخرج التابلت من الحقيبة يعني. نمبر 12 معلش نمبر 20 space means the fact of having a place to live or stay. ده اللي هو يبقى عندك مكان يعني انك عايش فيه او انك مقيم فيه. considered as a basic human need طبعا لاحتياجات الانسان. طبعا هنا لو نلاحظ بيكلمني عن الملجأ، انا فهمتها من معنى الكلام. هيرتد اللي هو الكراهية ولا confidence الثقة ولا cooperation التعاون ولا shelter اللي هو الملجأ. طبعا shelter اللي هو الملجأ. number 13 بيقول لك do you think he is an experienced machine the summary of the world experience. طبعا اللي هو معنى experienced هنا ايه؟ معناها بقى ان هو اكسبيرينس ده عنده خبره، الجهاز ده او الجهاز ده بقى عنده مهارات عاليه جدا، ده بيطلع منتج جميل جدا. تسال ازاي؟ تقال سكيلفول يعني عنده مهارات، ولا تقال اميتور اللي هي معناها هوائي يعني، ولا جينيوس يعني عبقري جدا. طبعا ما ينفعش لان دي صفه انسانيه، ولا فيبول يعني معناها ما عندوش قدره وكده يعني. طبعا غلط، هتبقى سكيلفول هي الاجابه الصحيحه. نمبر 14 بيقول لك they tried hard they tried hard يعني جربوا بكل صعوبه to space first aid الاسعاف الاول but he was badly injured بس هو كان مصاب جدا. يبقى ايه بقى؟ هم جربوا to make first aid ولا to have first aid ولا to do first aid. طبعا على بعضها to do first aid معروفه، تمام؟ to treat طبعا to do first aid اللي هو يعمل الاسعاف الاولي معروفه، واخدناها في حروف الجر في اليونتس بتاعتنا. نمبر 14 he refused يعني هو رفض to reveal the space of his information about the accent ان هو يطلع اي بقى معلومه عن الموضوع ده. طيب هنا رفض ان هو يقول المصدر بتاع المعلومات للحادثه ولا البرودكشن اللي هو الانتاج ولا الاسر اللي هو الكاتب ولا ميسود الطريقه. طبعا سيريس اللي هو المصدر. نمبر 16 اي لايك ايتينج بينز انا بحب جدا ان اكل البينز ديت في البريكفاست اللي هو الفطار. ات از سبيس ايه ان اكيد هي ديليشس جميله جدا، تمام؟ يبقى انا بحبها لان هي ديليشس جميله جدا. طيب النهارده هنحل الريدنج على طول بدل ما ندخل نحل الجرامر بعد كده، معلش بدل ما ندخل نحل الترانزليشن بعد كده نرجع للريدنج، لا خلونا نحل الريدنج وفي الاخر بقى هقول لكم نعمل ايه. الريدنج as the plan circled over the airport everyone sensed that something was wrong. معنى الكلام ده ايه؟ لما الطياره بقى بدات تلف اللي هو الجناحات بتاعتها بدات ان هي تعمل شكل الدائري ده وتحلق في المطار، كل واحد بقى او الناس شعرت ان في حاجة ايه، في حاجة غلط. The plane was moving unsteadily يعني كانت بتتحرك كده بشكل غير مستقر through the air خلال الهواء. At the moment في لحظة the air hostess اللي هي مضيف الطيران appeared يعني بدأ ان هو يبان عليها speaking quickly بتتكلم بسرعة but almost بس غير بس almost كده يعني تقريبا in
whisper يعني في همس كده اللي هو صوت رفيع. She informed everyone that the flight ان هي عرفت كل واحد في الطياره اللي هم الباسنجرز ركاب ان البايلوت اللي هو اللي بيقود الطائره الطيار يعني had fainted. طيب معناها ايه؟ معناها ان هو اغمى عليه. And asked if anyone وسألت لو في أي حد of the passengers knew anything about machines لو في أي حد من الركاب بيعرف أي حاجة عن الآلات or at least how to drive a car أو على الأقل إزاي بيسوق العربية يعني تمام علشان يساعدهم عشان الطيارة يعني ما تهبطش. طبعا عارف إن كلكم اتشوقتوا وعايزين تعرفوا بداية القصة الآخر لو عايزين تقرأوها تمام. After the moment بعد لحظة hesitation يعني بعد تردد كده من الدقيقة أمان يعني بعد دقيقة بقى بدأ إن هو أمان رجل got up and بقى and followed the hostess وبدأ إن هو يتتبع المضيفة into the pilot's cabin معلش الكابين اللي هو الحد الكابين بتاع الطائر عشان يعرف بقى يسوقه. Moving the pilot acid طبعا حط كده البايلوت على جنب حطه في الكرسي اللي جنبه وذا مان توك هيز سيت واخد مقعده and listening carefully to the urgent instructions that were being sent by radio from the airport bureau. وبدا بقى ان هو يسمع بحرص للاخبار او الحاجات اللي بيقولها الراديو اللي هم تبع الطائرين اللي انتوا عارفينه ده علشان يوجه الطائر تمام تمام. زمان had to circle يعني بدأ ان هو يدور the airport الطائرة يدور يعني من المطار several times in order to become familiar with the controls علشان يبقى زي الآلات التانية بالظبط تمام اللي هو يعني زبط الطائرة تمام. The trouble اللي جاي مدهش بقى moment come when he had to land في دقيقة بس هبطوا تمام. following instructions بتتبع تعليمات زمان جيد ذا بلان يعني بدأ ان هو يرشد الطائرة او يتحكم فيها يعني تمام. towards a fielded برغم من الطائرة هبطت وكده it shook violently as it touches the ground بدأت بقى ان هي تعمل صوت هزة عنيفة جدا لما بدأت ان هي تلمس الارض but after a long run بس بقى بعد شوية من الجري بقى بتاع الطيارة طبعا وهي هابطة بتفضل تمشي شوية تمام. يبقى it stopped safely وقفت بأمان outside للخارج a crowd اللي هم الناس اللي برا دول of people جماعة من الناس who had been watching anxiously اللي هم الناس بقى اللي كانوا قلقين ومستنيين تحت تمام. ريشد كانوا هرعين جدا forward to conjurate اللي هم عشان بقى conjurate اللي هم عشان يحيوا او علشان يبركوا لي the pilot on the perfect landing للمساعدة بتاعته الجميلة جدا للطائر هم يعني اللي ساعدهم تمام اللي هو قاد الطائر في الاخر. بيقول لك هنا number 17 the main problem with the plan was المشكلة الرئيسية كانت ايه the busy airport المطار المزدحم لا طبعا the unconscious pilot اللي هو concise زي ما احنا عارفين ان هي معناها واعي unconscious اللي هو غير لا واعي طبعا ايوه فعلا ان هو ما كانش واعي اغمى عليه يبقى الاجابه دي الصح. number 18 the man who replaced the pilot تمام الراجل اللي هو حل محله ماله بقى was an exploit يعني كان مساعد للطيار لا طبعا تمام flew a plane in the army لا needed to get use the controls جاي محتاج ان هو يعرف ازاي يستخدم الكنترولز او يتحكم فيها لذلك ساعده اللي هو ايه ساعده اللي هو الراديو بتاع البلان يبقى دي الاجابة الصحيحة. طيب follow with the hostess instructions يعني تتبع تعليمات اللي هي المضيفة طبعا لا هو ايه هو بدأ ان هو يسمع للراديو. number 19 but for معناه هنا بدون اللي هي بتساوي الزاوية space the man wouldn't have been able to land the plane safely يعني بدون ايه بقى بدون المساعد الطيران the hostess ولا the pilot اللي هو الطائر ولا fainting اللي هو الاغماء يعني ولا the airport control ولا بدون يعني التحكم بتاع الطائرة واللي هو الراديو اللي وجهه طبعا بدون الراديو اللي وجهه يعني بدون airport control اللي هي التحكمات بتاعته تمام. number 20 بيقول لك the word sensed طبعا قلنا دي معناها حس
تمام. كان بي ريبليسد باي فيلت اللي هو احساس او شعور. طبعا فيل يعني يسقط، فيلت يعني خسر، فيلد طبعا يعني سقط، او معلش هنا معناها يعني فاشل. تمام ما علينا. نمبر 21 did that plan have its full crew، يعني هل هي كان لديها المعدات كامله؟ How do you know؟ طيب هل هي كان لديها معدات كامله؟ طبعا لو كان لديها المعدات كامله كان هيبقى في ايه؟ كان هيبقى في مساعد للطيار. اقول له هنا no because there aren't pilot assistants او pilot co-pilot معلش او there aren't على طول there aren't co-pilot او ممكن اقول pilot assistant ما كانش فيه، دي نفس المعنى اللي هو مساعد الطائر replaced finding pilot. تمام ما كانش فيه مساعد او ما كانش فيه اي حد يحل محله. ممكن تقول العكس no، او ممكن معلش تقول yes، تقول yes ده هي كامله. هتقول له ليه؟ because it have radio control مثلا، اي حاجه انت عايزها. تمام هتجيبها من القطعه دي طبعا. نمبر 22 what distinguishes اللي هو بيميز يعني. تمام تمام فبيقول لك mention two points، اديني two points كده اللي بتميز المان ده. طبعا هقول له مثلا he has many experience، هو كان لديه خبره about driving عن القياده machines and listening carefully، وبدا ان هو يسمع كويس جدا. مش هنروح بعيد، هقول له اهو and listening carefully to the urgent instructions اللي هو التعليمات بقى اللي هي جايه له منين، جايه له من الراديو. هتكتب دي كده كلها. فدي الثانيه جبناها من القطعه، والاولى قلت لك اهي he has many experience about driving machines. تمام يا شباب تمام. والتانية جبناها كده. 23 if you were the man who replaced the pilot، لو انت كنت مكان الراجل اللي حل محل البايلوت، would you agree to fly the plane، هل انت كنت هتوافق ان انت تحلق بالطائرة؟ why not، ممكن انت بقى براحتك تقول yes او no. انا هقول مثلا yes I will do. تمام طيب انت هتوافق ليه؟ هقول له مثلا because it it was the only chance to survive it. يعني هي الطريقه الوحيده ان احنا نبقى على قيد الحياه. جمله حلوه. تمام yes I will agree because it is the only way to survive it. تمام يبقى I will agree because it is the only way to survive it. تمام نيجي لي نمبر 24 if you were a passenger on the plane، لو انت كنت بقى واحد من الركاب. هنا طبعا خلاك ايه؟ خلاك القائد. هنا بقى يخليك واحد من الركاب. how كيف would you feel، كنت تشعر بايه؟ طبعا frightened على طول. how would you help، ازاي كنت هتساعد؟ هقول له اول سؤال I would feel frightened. تمام تاني سؤال but I would help other passenger to control the machine، انا كنت هساعد ازاي؟ ان انا هساعد الباسنجر الثانيين، الركاب الثانيين، طالما انا مش هعرف اسوق. ها انا مش هعرف اسوق، يبقى انا هساعد الركاب الثانيين ايه to control the machine. ها هتقولها بالشكل ده I would be frightened، انا كنت خايف جدا but I would help other passengers to control the plane، ان هم يتحكموا في الطائره. تمام I would be frightened، انا كنت خائف but I would be help other passengers to control the plane. تمام يا شباب تعالوا نشوف بعد كده الترانزليشن بقى الترجمه. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك we should carry out high quality education programs to upgrade primary stage students. This program should be coupled with the latest strategies that result in a truly creative shield. يعني ايه معنى الكلام ده؟ بيقول له we should carry out high quality education programs to upgrade primary stage students. طبعا لازم تقرا كله وبعد كده تترجم. تمام ما ينفعش تترجم حته حته حته، دي اسمها ترجمه حرفيه غلط. يعني هنا مثلا اقول له يجب علينا ان طبعا carry out معناها ان احنا ننفذ high quality education programs، يعني برامج تعليمية عالية الجودة to upgrade primary stage students، علشان طلاب المرحلة الابتدائية، او علشان نطور طلاب المرحلة الابتدائية. stage يعني المرحلة. تمام these programs، هذه البرامج should cope، لازم ان هي تواكب with the latest strategies، يعني ان هي تكون مواكبة لاحدث الاستراتيجيات ذات result اللي تؤدي الى
in a truly حقا creative شغل، اللي هي بتؤدي حقا الى الطالب المبدع. يا جماعه شباب معانا عشان عايز ننقلها، يجب علينا ان ننفذ برامج تعليميه عاليه الجوده لطلاب المرحله الابتدائيه. هذه البرامج يجب ان تواكب احدث الاستراتيجيات التي تؤدي الى خلق طلاب مبدعين حقا، طالب مبدع حقا. تمام تقدر تاخدها سكرين شوت او تنقلها دلوقتي. تمام، توقف الفيديو وتنقلها. يلا بينا كده على الجزء الثاني. بيقول هنا في الجزء الثاني ان المواطن العالمي هو شخص يدرك العالم من حوله ويعرف مكانته فيه، ويقوم هذا المواطن بدور مؤثر في مجتمعه ويعمل مع الاخرين لجعل كوكبنا اكثر مساواة واستدامة. يلا بينا. ان المواطن العالمي the international citizen is هو شخص يدرك is someone realize او ممكن تقول is someone who understand العالم من حوله the world around him ويعرف مكانته and knows طبعا knows مكانته ممكن نقول عليها his place in it. طبعا انا عايز بس اوضح حتة لما اجي اقول his او استخدم their، لو هستخدم their يبقى اكمل كله their، اكمل كله جمع. لو استخدم his يبقى استخدم كله his بصيغه المفرد. صيغه المفرد يعني بتكون صيغه على العام فعادي، لانه بيقول لك مكانته، ما قالكش مكانتها ولا مكانتهم. فلو استخدمت الاثنين صح دلوقتي، ووضح لك دلوقتي واحنا بنكتب. تمام، ويقوم هذا المواطن بدور مؤثر في مجتمعه and this citizen او ممكن اقول this citizen على طول does an effective role يعني بيقوم بدور مؤثر in his society. تمام، ويعمل مع الاخرين and work with others to make لجعل كوكبنا to make our planet اكثر مساواة واستدامة more او most لا هي الافضل more طبعا more equitable يعني اكثر اكثر مساواة and استدامة يعني sustainable. تمام يا شباب، تعالوا بقى بصوا معايا كده هنا. هقول the international citizen is someone اللي هو المواطن العالمي هو واحد who understands the world around him يعرف العالم من حوله and knows his place ويعرف مكانته in it فيه. That citizen المواطن does an effective role يعمل دور مؤثر in his society في مجتمعه and work with others ويعمل مع الآخرين to make our plan عشان يخلوا الكوكب بتاعهم ماله most أو more equitable يعني أكثر استدامة equitable أكثر معلش أكثر كويت يعني كويت لوحدها يعني مساواة أكثر مساواة and sustainable اللي هي أكثر استدامة sustainable. تمام، أكثر استدامة sustainable. تمام. بالنسبة بقى writing فده عندنا إيه، عندنا trust اللي هو التسامح. بيقول لك هنا عايز ايميل. طيب الايميل بنعمله ازاي؟ الموديل بتاعك هو اللي انا عايزك تعمل زيه to وبعد كده from وsubject. تمام، to الى مين؟ يعني هنا مثلا ايه to the email address is نور المعاصر لمين؟ لريدا المعاصر. فطبعا هنا انا برسله لمين؟ انا برسله الاسم الثاني اللي هو ريدا. تمام، يبقى to ريدا. تمام، from مين؟ from من النور. تمام بعد كده اسم المرسل اليه اللي هو نفسه إلى. تمام، وبعد كده how are you I hope you are well I send the you this email to زائد infinitive. بعد كده هتعمل الموضوع بتاعك عادي زي المقال بالضبط. بعد كده موضوع الرسالة، بعد كده في الآخر that's all I want to say I'm waiting for your reply PS wishes توقيع المرسل. تمام، ده الشكل العام بتاعنا و الجمل الافتتاحية. طبعا دي للطلاب العاديين اللي مش بيعرفوا يعملوا اي حاجة. طبعا ده انا قلت هعملها في الحلقة الخاصة، بس ده الشكل بتاعي اللي انا هعمله، ده الشكل اللي انا عايزه يتعمل. تمام، هتكتب لي الواجب بتاعك ايه بقى؟ انك هتكتب لي جملة عن التسامح. السلام عليكم، اشوفكم في الحلقة الجاية في موديل 4.